السلام عليكم جميعا. ارتأت جمعية المجتمع المدني أن تقف اليوم في هذا اليوم المبارك في وقفة استنكارية، وقفة تضامنية مع بعض الأسر المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة جدا. ووقفتنا هذه هي رسالة مباشرة وقوية لكل مسؤول ولكل مسؤول كبير في المؤسسات البيضاوية على أنهم هم المسؤولون الأولون على كل هذه الكوارث التي لحقت وهذه الأضرار التي لحقت بالساكنة البيضاوية. ومن هنا أقول لهم كفاكم استهتارا بالأرواح البريئة، كفاكم من الإخفاق والاسترزاق على ظهور الفقراء والضعفاء، كفاكم من عليكم أن تقومون بمهمتكم ومهامكم المنوطة بكم على أحسن وجه وأحسن تقويم حتى نتفادى مستقبلا مثل هذه الكوارث. وما هذه التساقطات المطرية إلا أنها عرت على المكشوف وعرت على المستور وأبانت البنية التحتية الهشة التي دائما تكون في حلول ترقيعية، ولهذا كفاكم من الحلول الترقيعية واهتموا بالمواطنين. فلا ديننا الحنيف ولا الإسلام يحث على مثل هذه، أنا أعتبرها صاعقة، لأن لهم يد خفية التي تهين الإنسان والمواطن المغربي. وحتى جلالة الملك نصره الله دائما يحث المسؤولين على القيام بمهامهم على أحسن وجه. شكرا لكم وتحياتي للجميع. السلام عليكم. احنا اليوم كنديروا وقفة احتجاجية من أجل، لا نطالب بشيء إنما نطالب من أجل إعادة هيكلة البنية التحتية للدار البيضاء، بحيث أننا كنشوفوا حنايا دابا ملي كانت التساقطات المطرية اللي هي من بها الله سبحانه وتعالى علينا، تنشوفوا الناس غرقات، ناس تهدموا لها ديور، تهدموا. لا نطالب بشيء، حقوق تنطالبوا بأبسط حق في المغرب كمغرب، وباش نعيشوا كرامة المواطنة خصنا ولا بد إعادة هيكلة البنية التحتية للدار البيضاء. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.